لتفصيل أكثر ينضم إلينا من فرنسا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي ناصر الدين. أهلا بك أستاذ علي معنا في هذه النشرة. يعني بداية في ذكرى مجزرة خان شيخون الكيماوية نلاحظ عودة اللهجة التحذيرية وتصاعدها من قبل سواء الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا للنظام السوري من مغبة الأقدام على هجوم كيماوي جديد. هل هناك أسس جديدة ملموسة برأيك بنت تلك الدول تحذيراتها عليها هذه المرة؟ أعتقد أنها ليست أكثر من تحذيرات للنظام، أكثر من معلومات مؤكدة أن النظام سيستعمل هذه الأسلحة. وفي ذكرى استعمال النظام للأسلحة لابد من التصريح حول ما قام به النظام وتحذيره أيضا من أنه في حال استعمل أو فكر في استعمال هذه الأسلحة مجددا أعتقد أن يعني لن الذين صرحوا أو الغرب لن يقف كتوف الأيدي، ولكن الموضوع هو معقد أكثر من تصريح من هنا أو تصريح من هناك. ولا أعتقد في الوقت الحاضر على الأقل أن هنالك معطيات وأسباب ضرورية للنظام لاستعمال الأسلحة الكيماوية من جديد. أما التصريحات فهي تصريحات بالمناسبة وليست أكثر من ذلك. إذن أستاذ علي، يعني أنت ذهبت مع التحليلات التي ركنت إلى كون هذه التحذيرات تحذيرات للإعلام لا أكثر. إذن ماذا عن الرد الفعلي لتلك الدول الذي تمثل بشنها ضربة مشتركة على مواقع تابعة للنظام في أبريل الماضي بعيدة هجوم مماثل كيماوي نتحدث هنا؟ هل تتوقع أن يتكرر إخراج ذات السيناريو مجددا في حال وقعت هجمات من هذا القبيل؟ لا أعتقد أن لا الغرب ولا الولايات المتحدة في طور الإعداد لهجوم جديد على النظام السوري في سوريا. أبريل الماضي كان هنالك استعمال للأسلحة الكيماوية وكان استعمال فعليا للأسلحة الكيماوية، وكانت الحرب مستعرة وكانت لم تحسن بعد الوضع، وكان هنالك صراع لا زال قائما على الأرض، و يعني الظروف التي قادت النظام في الماضي إلى استعمال الأسلحة الكيماوية ليست موجودة الآن. الحرب الآن لا قضي على تقريبا قضي على داعش عدد الخلايا النائمة هنا أو هناك، وليس من الضروري استعمال أي سلاح كيماوي طالما أن الروس هناك يقومون بما يتطلب من ما يطلب منه النظام أو ما يرونه مناسبا للقضاء على لمساعدة النظام والقضاء على معارضيه. إذن ليست أكثر من تذكير، وهذا التذكير هو لأن المسار السياسي متعثر حتى الآن وليس أكثر من تذكير بما قام به النظام وإعلاميا أكثر منه سياسيا في رأيي. وصلت الفكرة تماما، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي ناصر الدين، حدثتنا مباشرة من فرنسا.